صلاة أربع ركعات بعد العشاء لا يفصل بينهم تعدل قيام ليلة القدر، هل هذا صحيح؟ هذا الحديث ضعيف، ويا إخواني قيام ليلة القدر لا يعدلها مثل هذا الأمر. قيام ليلة القدر يقول الله تعالى فيها: ليلة القدر خير من ألف شهر، وألف شهر معناها 83 سنة وأربعة أشهر، عمر شخص طويل. من وفقه الله تعالى لقيام ليلة القدر أضيف إلى عمره عمر آخر طويل، فكيف يا شيخ بالذي يعني يوفقها الله تعالى ويقوم ليلة القدر 50 سنة؟ 50 سنة أضربها في 83 كم؟ 50 في 80 1400 ولا لا؟ تقريبا 1400 سنة يا إخواني، وخير زيادة بعد على ذلك. والله يا أحبابي هذا خير كثير، نسأل الله التوفيق والسداد. نعم.